الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في درس هذا اليوم، أقدم نصيحة أخوية من محب لبعض الإخوة الذين يشتغلون وقت الدرس بالتصوير، فأقول لهم: هذا لا ينفعكم، وفي الوقت نفسه يصرفكم عن الانتفاع، وهذا مقام علم وتعلم وتفقه في باب هو من أعظم الأمور وأجلها، فأنصحهم لوجه الله أن لا ينشغلوا بذلك، فهذا فيه مضرة عليهم وتفويت للمصلحة، وإشغال أيضا للجالسين حولهم. فننصح كل جالس أن يقبل بقلبه مستمعا حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى بما جلس إليه في هذا المجلس، الذي نسأل الله عز وجل بكل اسم هو له أن يجعله مجلسا مباركا نافعا لنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للتحذير من نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر الناقل من الملة، وهو الذبح لغير الله. وقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في النصوص، في ما جاء في النصوص من الوعيد لمن فعل ذلك، وأنه من الشرك الأكبر الناقل من الملة. والشرك الذي يقع في الذبح يقع من جهتين: من جهة العبادة، ومن جهة الاستعانة. من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة. فمن ذبح ذبيحة قاصدا بذبحها التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في العبادة. ومن ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله، ذكر عليها غير اسم الله، سمى ولكن بغير اسم الله، فهذا شرك في الاستعانة، لأن الباء في البسملة باء الاستعانة. فالشرك الذي يقع في الذبح يكون من جهتين: إما من جهة الاستعانة أو من جهة العبادة. ومن ذبح ذبيحة قاصدا بها غير الله، ذاكرا عليها غير اسم الله، فهذا وقع في النوعين، وقع في النوعين. ومن ذبح ذبيحة لغير الله وذكر اسم الله عليها، هذا وقع في شرك العبادة. ومن ذبح ذبيحة لله ولكنه ذكر غير اسم الله عليها، فهذا وقع في شرك الاستعانة. ومن ذبح ذبيحة لله
ذاكرا اسم الله عليها فهذا هو التوحيد، فهذا هو التوحيد. فالتوحيد في الذبح، التوحيد في الذبح هو أن يكون لله وأن يذكر اسم الله على الذبيحة. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية آية عظيمة من آيات التوحيد. فيها يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين مبينا لهم عليه الصلاة والسلام ومبينا لهم عليه الصلاة والسلام مسلكه ومنهجه، قال: قل، أي لهؤلاء المشركين، إن صلاتي ونسكي. الصلاة معروفة ذات الركوع والسجود، والنسك الذبح، والنسك الذبح. وهنا وسيأتي أيضا في الآية الأخرى التي ساقها المصنف قرن بين الصلاة والنسك، قرن بين الصلاة والنسك، وهما من أعظم العبادات. الصلاة من أعظم العبادات البدنية، والنسك من أعظم العبادات المالية، النسك من أعظم العبادات المالية. فجمع بين في هذه الآية بين هاتين العبادتين. وقوله: ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه وأموت عليه. ما أحيا عليه أي من الإسلام والعبادة والطاعة وغير ذلك، وما أموت عليه من الإيمان، مثل ما في الدعاء للميت: اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام، يعني العمل، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، أي على العقيدة، العقيدة الصحيحة. هذا المعنى. فما أحيا عليه من أعمال وطاعات وعبادات وما أموت عليه كل ذلك لله. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله أي خالصا، ليس لغيره فيه أي حظ أو نصيب، بل هو كله لله سبحانه وتعالى. الصلاة والنسك وما يحيا عليه العبد وما يموت عليه كل ذلك لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين، لله رب العالمين. رب العالمين أي خالقهم ورازقهم والمدبر شؤونهم، المتصرف فيهم عطاء ومنعا وخفضا ورفعا. هذا فيه أن عمله كله للرب العظيم مخلصا له. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد في الربوبية، وجب أن يفرد بالعبادة. وأنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم وحدي، أي تفردت بالربوبية لا شريك له، فاعبدون، أي أخلصوا العبادة لي وحدي لا شريك لي. قال: لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. هذه اللفظة لا شريك له تأتي كثيرا في الأذكار المأثورة ملازمة لكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاءت في هذه الآية، جاءت في هذه الآية من آيات التوحيد في القرآن الكريم، وهو موطن الوحيد الذي جاءت فيه بهذا اللفظ لا شريك له في هذه الآية، وهي من الآيات العظيمة في التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وأن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له في عبادتي،
لا شريك له في عبادتي له سبحانه وتعالى، أي كلها له أخلصها له، لا أجعل له لغيره فيها شرك. لا شريك له أي لا 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 ند له يشرك ويسوى بالله سبحانه وتعالى في العبادة، لا شريك له. وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، هذا في عظم شأن التوحيد. بذلك أي التوحيد، بذلك أي التوحيد أمرت. أمرت هنا يقال أمرت ما يقال مبني المجهول كما يقال يقول النحات، هذا خطأ، ليس من الأدب مع الله أن يقال مبني المجهول، وإنما يقال مبني لما لم يسمى فاعله. واجب مراعاة الأدب مع الله في الألفاظ، حتى لو كان في القواعد النحوية أو غيرها لابد من مراعاة الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن لو قال قائل في الإعراب مبني للمجهول يقال ما المجهول، اتق الله، تأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ذلك، يقال مبني مثل ما يقول النحاة المتقدمون مبني لما لم يسمى فاعله، لفظ مهذب ولا إشكال فيه، مبني لما لم يسمى فاعله. أمرت أي أمرني الله، أمرت أي أمرني الله سبحانه وتعالى، أمره سبحانه وتعالى بهذا التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، وأنا أول المسلمين، أول المسلمين أي من هذه الأمة، وإلا قبله أمم، قال أنا وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في وجه الدلالة في الآية على المقصود أن الله عز وجل تعبد عباده بالتقرب إليه بالنسك خالصا لوجهه، كما تعبدهم بالتقرب إليه بالصلاة خالصا لوجهه، فكما أنه لا يصلى ويركع ويسجد إلا لله فلا يذبح إلا لله، هما عبادة، فكما أنه لا يصلى إلا لله، لا يركع ولا يسجد إلا لله، فكذلك لا يذبح إلا لله، جمع بينهما، قل إن صلاتي ونسكي جمع بينهما. نعم. قال رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر، وقوله فصل لربك وانحر أي وانحر لربك مخلصا لا لغيره، فصل لربك أي وحده مخلصا له، وانحر أي لربك، وانحر أي لربك مخلصا لا له وحده، لا تجعل معه شريكا في النحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، الصلاة والنحر، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار، حسن الظن وقوة اليقين، طمأنينة القلب إلى الله وإلى ما وعد به. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر ربه صلى الله عليه وسلم، كان كثير الصلاة لله وكان كثير النحر، كان كثير الصلاة لله وكان كثير النحر، فاعلا ما أمره به ربه، ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر، فكان كثير الصلاة كثير النحر. نعم. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، حدثني بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قول علي رضي الله عنه حدثني بأربع كلمات، هذا نافع جدا في ضبط العلم، نافع في ضبط العلم، ولهذا يكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد أولا قبل المعدود. اجتنبوا السبع الموبقات، سبعة يظلهم الله في ظله، أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، يذكر العدد قبل ذكر المعدود، وهذا يعين على ضبط العلم، وهذا له نظير أيضا في القرآن، مثل قوله تعالى: ثمانية أزواج، ثم ذكرها سبحانه، ومثل قوله: ثلاث عورات، ثلاث عورات لكم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات، ثلاث مرات، ثم ذكرها الثلاث المرات. هذه تعين على ضبط العلم، هذه تعين على ضبط العلم. فعلي رضي الله عنه يقول حدثني بأربع كلمات، بأربع كلمات. الآن لو أن شخصا روى الحديث ونقل الحديث، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكرها وفاتته واحدة، ماذا سيقول له من يسمع؟ أين الرابعة؟ بقي واحدة. هذا الضبط، حتى هو لو أراد في وقت يستذكر الحديث ثم عدها يقول هي أربع بقي واحد، يبحث عنه. هذا ضبط العلم، وهذا بركة السنة وعظم نصح النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم. قال حدثني بأربع كلمات، الأولى قال لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، وقدم الذبح على ما ذكر لأنه أكبر الكبائر، تقديمه هنا مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للشرك في قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فقدم الشرك. هنا أيضا قدم الشرك، الذبح لغير الله شرك، والباقي المذكورات كبائر دون الشرك، فقدمه لأنه أعظمها وأخطرها. والشرك هو أعظم موجبات اللعنة، لعنة الله والطرد من رحمته، بل إن من طرد المشرك من رحمة الله عز وجل أنه إذا مات على الشرك إطلاقا لا مطمع له في الرحمة، إطلاقا لا مطمع له في الرحمة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة. أما الشرك فإطلاقا لا مطمع لمشرك مات على الشرك في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا فيه أن الذابح لغير الله مستحق للعنة، مستحق للعنة التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه، وهذا يتناول من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا، هذا يتناول من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا. ابتداء أن يتجرأ الابن السفيه الجاهل
الباغي الظالم أن يتجرأ على والدي أو أحدهما باللعن مباشرة، وهذا أمر ما كان يتصور الصحابة رضي الله عنهم أن يقع من أحد، لأن في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، فقال الصحابة وهل يلعن الرجل والديه؟ يعني هل يتصور ذلك أن رجل يلعن والديه يباشر لعن والديه؟ قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هل يكون هذا، هل يحصل؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، يسب الرجل أبا الرجل، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هذا يسمى ماذا؟ لعن بالتسبب، لعن بالتسبب. يعني لا يجوز للإنسان أن يلعن أبا رجل آخر حتى لا يجرئه هو أيضا على ماذا؟ لعن والديه، فيكون هذا المبتدئ قد لعن والديه بماذا؟ بالتسبب في لعنهم. وهذا أيضا فيه التنبيه على الحذر من كل ما كان سببا من هذا القبيل يجرع على لعن الوالدين، وهذا فيه مقام الوالدين مقام عظيم جدا. إذا كان من تسبب في اللعن استوجب بذلك لعنة الله، فكيف بمن يجرؤ، وهو أمر ما كان الصحابة يتصورون أن يقع، فكيف بمن يجرؤ على اللعن المباشر للوالدين؟ وذكر لعن الوالدين بعد الذبح نظير ماذا؟ الحديث الذي أشرت إليه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا نظيره، وهذا يعني يأتي كثيرا، قرن حق الوالدين بحق الله كثيرا في النصوص في القرآن والسنة، وأيضا قرن العقوق بماذا؟ بالشرك، وهذا يدل على خطورة العقوق. ومن أعق العقوق وأشنعه وأقبحه وأفحشه أن يلعن الرجل والديه سواء ابتداء أو تسببا. ويكفي دليلا أنه قرن لعن فاعل ذلك بالمشرك الذابح لغير الله، بالمشرك الذابح لغير الله سبحانه وتعالى. قال ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، وتروى أيضا محدثا، لعن الله من آوى محدثا أي صاحب حدث، صاحب جناية عليه حد فيغويه يخفيه حتى لا يعرف مكانه ويقام عليها الحد، فهذا فيه لعن، لعن الله من آوى محدثا. وفي الرواية الأخرى لعن الله من آوى محدثا أي آوى بدعة، المحدث البدعة في الدين، ومعنى آواها أي نصرها، نصرها. وهذا يدل على سبحان الله خطورة من يؤلفون كتب ينشرون فيها البدع، يؤلفون كتب ينشرون فيها بدع، هذا من الإيواء للحدث، يأويه في كتاب ويجمعه في سطور ويرغب الناس فيه وينصره ويدعو إليه، ثم يتحول كثير من الناس بسببه إلى أهل بدع، يوقعهم في كتابه هذا الذي نصر فيه البدعة، يوقعهم في البدعة، وهذا إثمه عند الله عظيم، لأن الله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، كم تبعه 100,000 ليس في زمانه فقط، حتى بعد موته، حتى بعد موته يقرؤون كتبه التي ألفها ونشرها ولم يمت متبرئا منها محذرا منها، أبقاها تركة سيئة للناس، فكل من ضل بسبب هذه الكتب
يلحقه إثم من ذلك. من دعا إلى ضلالة فعليه من دعا إلى ضلال فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني العلامات، منار الأرض أي العلامات، سميت العلامات التي تفصل بين أرض فلان وأرض فلان، الحدود التي تميز أرض فلان من أرض فلان سميت منارات لأنها تنير المعالم، يعرف أن حد أرض فلان إلى هنا. فلو جاء إلى أحد صاحب الأرضين وأدخل هذه العلامات في أرض جاره شبرا أو ذراعا أو أمتارا، من اقتطع قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، هذا قيد شبر، فكيف بالأمتار؟ فإذا نقل العلامات، جاء ليلا ونقل وحرك العلامات في أرض جاره حتى تضيق أرض جاره وتتسع أرضه، هذا فيه اللعن، هذا فيه اللعن. قال لعن الله من غير منار الأرض. فهذه 4 كبائر جمعت في هذا الحديث بذكر لعن فاعلها، ولعنه أي طرده من رحمة الله. وأشد هذه 4 الذي بدأ بها الحديث وهو الذبح لغير الله عز وجل، لأنه من الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه مسلم. رواه أحمد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الذباب من أحقر الحيوان وأخسه، ولا يخطر في بال أحد أن إنسانا يقرب ذبابا مهما كانت الأمور. الذباب حيوان من أخس الحيوان وأقبح الحيوان. ومن دنا منها الذباب طرده. ولهذا من لطيف ما يروى، يقولون أنه سمي ذبابا لأنه إذا ذب آب، إذا طرد يرجع ما يؤذي الإنسان، فهو حيوان أو حشرة أو هذا مؤذي ويتخلص منه ويطرد، فما يفكر أن يصل الحال إلى أن يقرب ذبابا. فتعجب الصحابة، تعجبوا، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ ويعني يقرب ويصل الدرجة إلى أن واحد يدخل جنة وواحد يدخل النار بسبب ذباب، شيء عجيب. تعجبوا من ذلك، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم،
مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجوز يعني لا يعبر أحد من عنده حتى يقرب شيئا. فرجلان مر على قوم عندهم صنم، هذه حالهم معه، لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. ما معنى لا يجوزه؟ يعني لا يسمحون لأحد أن يعبر من تلك الجهة حتى يقرب. احتمال قائم أن من جاء إلى هذه المنطقة وعرف طريقتهم وقال لا أنا لا أريد أن أعبر أرجع، ما يشملها، لأن موضوعهم كله في ماذا؟ أنه لا يجوز لا يعبر أحد من هذه المنطقة حتى يقرب. فلما وصلوا قالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، يعني احتج أنه ما يملك شيئا، وكان يقول لو معي شيء قربت. فاعتذر بأنها ما عنده شيء، فطمعوا منه بأي شيء يدل على صدقها، يعني على صدقها، لأن أهم شيء عندهم الموافقة القلبية والتعظيم القلبي للمعبود الذي عندهم، فأرادوا شيء يبرهن، قال ما عندي، اعتذر بأن ما عندهم شيء، ما عنده شيء، وهم قصدوا من أن يكون قلبه موافق للعمل. فقالوا قرب ولو ذبابا، قالوا قرب ولو ذبابا. ظاهر السياق لو كان عنده شيء، لو كان يملك شيء مستعد أن يقرب حتى يمر من ذلك المكان. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا. لما قرب ذبابا حصل منه ماذا؟ الموافقة القلبية التي هم يريدونها، ما كانوا يقصدون الذباب ما حد يطلب، لكن قصدوا الموافقة القلبية. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فبهذا حصلت الموافقة القلبية لهم، فخلوا سبيله. لكنه ماذا؟ صار بذلك مشركا. قال فدخل النار. ما معنى فدخل النار؟ دخل النار أي بسبب هذا الصنيع، مما يدل أنه قبل ذلك كان ماذا؟ مسلما، ليس من أهل النار، دخل النار بهذا، ما كان من أهل النار قبل ذلك، كان مسلما، لكن لما فعل هذا الأمر واستهان به دخل النار بسبب ذلك. إذا كان قرب ذبابا فاستحق بذلك دخول النار، فكيف بمن وهو لم يقصد المكان أصلا، فكيف من يذهب إلى السوق ويشتري الشاة ويستطيبها وينتقيها ثم يذهب إلى المكان المعظم ويذبحها عنده متقربا بها إليه؟ أي الشخصين أعظم شركا؟ هذا الذي أصلا لم يذهب قاصدا هذا الأمر ولم يقرب إلا ذبابا، أو الآخر الذي قصد هذا الأمر وانتقى شاة من أطيب الأشياء وذهب بها إلى مكان معظم وذبح عنده لغير الله سبحانه وتعالى؟ وقالوا للآخر قرب، قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، هذا هو التوحيد. فضربوا عنقه فدخل الجنة. امتنع الثاني، امتنع وأبى وقال لا يمكن أن أقرب لأحد غير الله مهما كانت الأمور. عندنا هنا احتمالان، الأول أن ثمة إكراه، أن ثمة إكراه، وأن الموقف موقف إكراه، ومع ذلك صمد وصبر حتى قتل. وعذر المكره
هذا من لطف الله بالأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما وهو من خصائص الأمة، ولم يكن في الأمم التي قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، عن أمتي قال. أما الأمم السابقة، اقرأ مثلا في سورة الكهف: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. في إكراه هنا، في إكراه. فالأمم السابقة ما كان عندهم عذر بالإكراه، لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خصت بذلك. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا احتمال، احتمال أن ثمة إكراه. الاحتمال الثاني أنه ليس هناك إكراه، وأن المسألة هي ماذا؟ لا يجاوز المكان. لكن لو أنه لما رأى حقيقة هذه قال: أنا أبدل الطريق، أنا سأرجع، عندي عمل في منطقتي، لا أريد العبور من هنا، قد لا يتعرض له. فهذا احتمال أيضا، احتمال قائم. فعلى الاحتمال الثاني ما هناك إكراه، لكنه جابههم من قوة إيمانه، قال: ما كنت لأقرب أحدا شيئا دون الله عز وجل فقتلوه، لهذه المجابهة وعدم المبالاة بالصنم الذي هم عنده. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. ضربوا عنقه لامتناعه من التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك موجبا لدخوله الجنة، فيكون مات شهيدا، يكون مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أحمد. وعند الإطلاق هكذا لما يقال رواه أحمد لا ينصرف الذهن إلا إلى المسند، ولا يقال رواه أحمد ويسكت إلا ويراد المسند الإمام أحمد. لكن الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد. والحديث مروي في مصادر عديدة، منها المصنف لابن أبي شيبة ومعجم ابن العرابي وحلية الأولياء لأبي نعيم، والزهد مثل ما مر معنا للإمام أحمد، وفي مصادر عديدة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا على سلمان عن طارق بن شهاب عن سلمان، أي موقوفا عليه. سلمان هو الذي كان يخبر بذلك، وبعض أهل العلم يجعله مما له حكم الرفع، وبعضهم يمنع ذلك، لأن سلمان ممن يحدث عن بني إسرائيل. على كل هذا خبر، إما أن يكون الذاكر له النبي عليه الصلاة والسلام إن كيل له حكم الرفع، أو أن يكون الذاكر له سلمان. والمعاني التي فيه واضحة، المعاني التي فيه واضحة وبينة، في التحذير من الذبح لغير الله ولو كان بأحقر شيء وأتفه شيء، وأن ذلك من الشرك الأكبر الناقل من الملة ومن موجبات دخول النار. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قل إن صلاتي ونسكي. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي. و مر معنا الكلام على تفسير الآية. الثانية: تفسير فصل لربك وانحر.
نعم أيضا هذا كذلك مر معنا تفسيره. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. البداءة بلعن من ذبح لغير الله لأن أعظم تلك الذنوب الأربعة المذكورة في الحديث، بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق، بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق وهو أكبر الكبائر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، أي ابتداء أو تسببا، أي ابتداء أو تسببا. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم. يعني هذا الفائدة الخامسة لعن من آوى محدثا، لعن من آوى محدثا. قال: هو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، مثل أن يسرق أو يقتل أو يرتكب جناية من الجنايات ثم يعود بشخص يقول له أعذني أو أخفني أو نحو ذلك، فمن آواه استوجب هذه اللعنة. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، استوجب هذه اللعنة لأنه عمل على الحيلولة بين ماذا؟ بين الحيلولة من إقامة حد من حدود الله عز وجل. قال رحمه الله: السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. لا، هذه السادسة لعن من غير منار الأرض. منار الأرض هي المراسيم، المراسيم يعني العلامات التي تميز أرض فلان من أرض جاره، وحد أرض فلان وحد أرض جاره، فمن غيرها حتى تزيد أرضه وتنقص أرض جاره فاستوجب اللعنة. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الآن في الحديث هل فيه لعن معين أشخاص معينين أو لعن لمعاصي على وجه العموم؟ لعن أهل المعاصي على وجه العموم، وعليه مثلا لو أن شخصا رأى صاحب أرض شاهده بعينه يغير ويوسع جاره ويضيق جاره، ليس له بناء على هذا الحديث أن يلعنه بعينه، يقول لعن فلان، لعن الله فلان يلعنه بعينه، لأن اللعن هنا بالماذا؟ بالمعاصي، بالأعمال، بالأوصاف. وفرق بين اللعن بالأعمال واللعن بالتعيين. ومما يوضح الفرق بين في الفرق في ذلك الرجل الذي كان يؤتى به قد شرب الخمر فيجلد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه عليه الصلاة والسلام، فجاء به في الرابعة فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر، قال فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر كم؟ 10، ومع ذلك المعين قال لا تلعنوه لا تنعلوه. والمعين الخاطئ ما يعان الشيطان عليه بلعنه، ما يعان الشيطان عليه بلعنه، وإنما يدعى له بالهداية ويستسعى في إصلاحه، لكن لا يعان عليه الشيطان عليه. وهذه في قصة سبق رويتها، أوردها الإمام بن كثير في أول سورة غافر، في أول سورة غافر، قول الله تعالى: حاميم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كان رجل من أهل الشام يرتاد مجلس عمر كثيرا، فافتقده عمر رضي الله عنه، افتقده، قال: أين فلان؟ قالوا: أصبح يتعاطى الشراب، يعني يشرب الخمر،
أصبح يتعاطى الشراب. فلعنه بعض الحاضرين فقال عمر: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ولكن ادعوا الله أن يقبل بقلبه، ادعوا الله أن يقبل بقلبه. ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ولا سيما إذا تحرى وقت الإجابة. فيدعى لها الذي يشرب الخمر أو يرتكب المعصية، ما يعان عليه الشيطان بلعنه، وإنما يقال: هداه الله، أصلحه الله، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يخلصه من هذا البلاء الذي هو فيه، نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وهكذا. ولهذا نهى النبي، قال: لا تلعنوه، لا تلعنوه. وعلل، قال: لأنه يحب، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. وفي لعنه عون للشيطان عليه، في لعنه عون للشيطان عليه. نعم. قال رحمه الله: الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. نعم، يعني لأن فيها ذكر أن هذا الذباب صار ماذا؟ صار سببا لدخول رجل الجنة ودخول رجل النار. وعرفنا أن هذا يعني موقوف على سلمان، ولهذا في المسند، في المصنف لابن أبي شيبة وغيره أيضا من المصادر، قال سلمان رضي الله عنه: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. يعني الذباب هذا المعروف يعني ما يتصور أنه نار وجنة. فأحد الحاضرين قال: وما الذباب؟ يعني يمكن يكون ظنه شيء آخر. قال: ما الذباب؟ وإذا على ثوب أحد الحاضرين ذباب، قال سلمان: هذا، اشير إلى الذباب هذا الذي يعرفه كل أحد. لكن هذا الذي قال ما الذباب، يعني ما يتصورون جنة ونار في ذباب. لكن لما يعرف الحديث والمقصود من هذه القصة في هذه الحادثة التي وقعت في بني إسرائيل، الحذر من الشرك، الحذر من الشرك، ولو في شيء يراه الأمر المرء حقيرا أو تافيا أو لا شيء، يحذر من الشرك بكل صوره. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، لأنه هو أصلا ما جاء للمنطقة من أجل التقرب لهذا الصنم، ولم يكن من أهل التقرب إلى هذا الصنم، بل كان مسلما كما هو ظاهر السياق. لكن لما طلبوا منه استهان بالأمر واعتذر، قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب فاستوجب بذلك دخول النار. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، يعني لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني لو أنها مثلا وافقهم في العمل الظاهر، وأنه وافقا في العمل الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يكون بذلك قصد بعمله الإشراك أو اتخاذ الشريك مع الله، وإنما قصد التخلص من شرهم، قصد التخلص من شرهم. فهذا في معرفة قدر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على الموت لئلا يفعل أو لا يقع في شيء من الشرك بالله. نعم. الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، مسلم أي قبل ذلك، قبل أن يقرب هذا الذباب، لكنه لما قرب الذباب كفر بهذا الصنيع واستحق به دخول النار.
الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، وهذا واضح في هذا الخبر أن الذي امتنع الجنة قريبة منه، مجرد أن قتل شهيدا في سبيل الله دخل الجنة، فالجنة قريبة من الموحد والنار كذلك قريبة من المشرك. ليس بين المشرك والنار إلا أن يموت، وليس بين الموحد والجنة إلا أن يموت. نعم. الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، لأنهم قالوا قرب ولو ذبابا، وهم لا يرتضون الذباب ولا يرونه شيئا، لكنهم يريدون شيء يدل على ماذا؟ على الموافقة القلبية، هذا مقصودهم. ليس مقصودهم ذات التقرب بالذباب، وإنما مقصودهم الموافقة القلبية. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق لكل خير، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعذنا يا ربنا والمسلمين، أعذنا أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.